والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ايها الساده واساتذتي الكرام واخواني البرره والسامعون والسامعات في هذه الحفله المباركه، اريد ان القي امامكم خطبه مزيجه في ضوء الكتاب والسنه حول الموضوع حقوق الجار في الاسلام. ايها الاخوه، إن للجار على جاره حقا عظيما في الأديان كلها والشرائع والقوانين الوضعية كلها، والعرب كانوا يعظمون حق الجار ويحترمون الجوار في الجاهلية قبل الإسلام، ويعتزون بثناء الجار عليهم ويفخرون بذلك. والضعفاء إذا جاءوا الأقوياء صار قويا بإذن الله، له ما له وعليه ما عليه. وحين جاء الإسلام أعزه الله تعالى وأكد حق الجوار وحث عليه وجعله بعد القرابة حتى كاد أن يورثه. أيها السامعون، حقوق الجار واجب في الإسلام على كل مسلم، كما قال تعالى: إن الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا الشخص الذي يؤذي جاره بعيد عن الإيمان، كما روى أبو شريح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه من خلقه وديدنته مع جاره، وأكد ذلك بالحلف والتكرار ثلاث مرات. فقد يانس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يانس بالنسيب، فيحسن التعاون بينهما وتكون الرحمة والإحسان بينهما، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أيها السامعون، وللجيران حقوق كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكننا في العصر الراهن نجد الجار شبعانا مستريحا وجاره يموت جوعا وفي ضيق من المسكن، فأين نحن من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يهدي إلى جاره اليهودي ويزوره في مرضه ويهنئه في رخائه ويتعامل معه معاملة حسنة؟ فيا لها من أخلاق لو عملنا بها لسرنا خير أمة كما كنا في القرون الماضية. وحال الوقت الآن أن نرجع إلى رشدنا ونتمسك بتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم ونؤدي حقوق جيراننا. أخيرا، أدعو الله أن يوفقنا لمعرفة أحكامه والعمل بها وأداء حقوقه وحقوق الجيران. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبعده ادعو الطالب سفيان اكرم محمد اكرم